أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الجمعة 17/2/2023 من بيت المقدس ومن داخل المسجد الأقصى المبارك ومن ساحة قبة الصخرة المشرفة ومن أمام المدرسة المحدثية في المسجد الأقصى المبارك. تقع في الزاوية الغربية لمئذنة باب الغوانمة، أيضا تقع شمال غرب مصلى قبة الصخرة المشرفة بالقرب من باب الغوانمة. تتكون المدرسة من طابقين، كل طابق فيه 5 غرف، وفي الطابق السفلي مسجد بمساحة 50 متر مربع. لاحظ، تشرف المدرسة على المسجد الأقصى ولها درج يؤدي إليه، لكن تم إغلاقه حيث تم تحويلها في فترة من الفترات إلى ثكنة عسكرية. سميت نسبة إلى المحدث عز الدين الأردبيلي لا لاسمه. بناها عز الدين أبا محمد عبد العزيز العجمي الأردبيلي عام 762 هجرية، وهي عبارة عن جزء من السلسلة التي يطمع الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء عليها وتحويلها إلى مطلة ومراقبة للمسجد الأقصى المبارك، تقع بالقرب من المدرسة العمرية، حيث سنذكر في الحلقة القادمة إن شاء الله تفاصيل أخرى وصورة من داخل المدرسة العمرية. كان معكم الأستاذ أمجد علقم. لا تنسونا من صالح دعائكم، القدس والمسجد الأقصى المبارك يهدونكم السلام.